أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخير المرسلين، حبيب إله العالمين، المسمى بالسماء أحمد وبالأرض أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. أعزائي المشاهدين، نتابع معكم في هذه الحلقة من قصص الأنبياء أو ما يعبر بقصص القرآن حول قصة نبي الله صالح على نبينا وآله وعليه السلام. وقد وقفنا في الكلام حول التحدي الذي جرى بين صالح عليه السلام وقومه قوم ثمود، حينما طلب منهم شيئين. الشيء الأول أن يطلب من آلهتهم، فإن لبوا ما يطلب فيتبع آلهتهم، وأن ماذا؟ وأن يطلبوا من إلهه، إله السماوات والأرض، الإله الواحد القهار. وصنعوا مأدبة، وبعد الطعام جلس صالح عليه السلام وطلب من آلهتهم ولكن لم يلبوا. فخرج 70 رجل من وجهاء قوم ثمود حتى يسألوا صالح عليه السلام. وقفوا يسألونه ويطلبون الآن ماذا؟ حقيقة التحدي الذي جرى، وهو ماذا؟ أن يلبي إله صالح على نبينا وآله وعليه السلام تلك الدعوة وذلك المطلب. فقد ورد في الرواية بعدما انتدب 70 رجلا من كبارهم، فقالوا إلى صالح عليه السلام: يا صالح، اذهب معنا إلى جبل. قعدوا وشاوروا، صدروا قرار، راحوا إلى جبل، وقفوا عند ذلك الجبل وقالوا له: يا صالح، إنك أو إننا نريد أن تخرج من ذلك الجبل ناقة، وفي هذه الساعة وفي هذه اللحظة نريد الآن تخرج ناقة من الجبل، يعني أن تولد ناقة من غير ماذا؟ من غير أم لها، تولد الناقة من الجبل. وهذه نقطة جميلة، هذا يدل على الإعجاز النبوي، على القدرة الإلهية التي يعطيها إلى الأنبياء. واعلم أن لكل صاحب دعوة أن يكون أن يملك معجزة، يعني لكل نبي معجزة، لكل نبي قدرة. فلذلك حينما يجي البعض يقول نتبع فلان أو فلان، هذا يقول هو نبي، هذا يدعي الإمامة، هذا يدعي الوصاية، نقول له نريد معجزة. صالح عليه السلام لم يأتيهم بكتاب بعد ما جلس 104 سنوات، قالوا نريد معجزة، أنت دعوت آلهتنا فلم يجيبوك، الآن إحنا نريد منك في هذه اللحظة أن تأتي إلى هذا الجبل وتخرج هذه الساعة ناقة. وابتدأوا يتفننون، يجعلون قواعد قوانين، يقولون إحنا نريد ناقة، لكن مو أي ناقة، نريد ناقة حمراء شديدة الحمرة، لونها أحمر شديدة الحمرة، بعد وبراء يعني كثيرة الوبر، عشراء، شنو معنى عشراء؟ يعني صاحبة عشرة أليفة، وماذا؟ وحامل، نريدها حامل، تكون حاملا. يقولون هنا، فقال: سلوني شيئا يعظم علي ويهون على ربي. قالوا: ما انتوا تسألوني عن ناقة؟ تريدون تسألوني، سألوني على أكبر من ناقة، شيء أعظم من ذلك يكون عظيما علي، ولكن على الله سهل يسير، بس تريدون ناقة. وإذا بصالح عليه السلام فيسأل الله ذلك، فانصدع الجبل، انشق الجبل. بعد ذلك وإذا به خرجت ماذا؟ تلك الناقة، فاستوت على الأرض
فقالوا يا صالح ما أسرع إجابتك وإجابة ربك. الآن هنا مو معنى أن يقولوا له أن إحنا جاي نتبع إلهك، لا، إنما حينما شافوا هذا الإعجاز أرادوا أن يكثروا من المسألة، قال له ما شاء الله أنت بسرعة أجبتنا وإن ربك قد أجابك بسرعة، إحنا نريد شيء آخر. قال وماذا تريدون؟ قالوا فاسأله أن يخرج فصيلها، إحنا نريد ناقة حامل الآن طلعت، يلا الآن نريد هذه الناقة الحامل العشراء أن تخرج فصيلها. فسأل الله ذلك فرمت به فنزل على الأرض، فقال يا قوم أبقي شيء؟ انتهيت من هذا السؤال؟ قالوا لا، فانطلق بنا إلى قومنا حتى نخبرهم ما رأينا بماذا بهذه الواقعة وما صنعت. فرجعوا هؤلاء السبعين إلى ماذا؟ إلى قومهم حتى يخبروهم بما صنع نبي الله صالح على نبينا وآله وعليه السلام بإخراج تلك الناقة. الآن هنا شنو سووا؟ قالوا هذا مو صحيح، إنما هذا ماذا؟ سحر، شلون يخرج ناقة من الجبل؟ فاتهموه ماذا؟ بالسحر. قالوا هذا مو صنع يعني من الله عز وجل، إنما هذا سحر. وهذه الناقة حينما أخرج الله عز وجل كانت نعمة عليهم ولم تكن نقمة، هذه الناقة كان لها أثر عظيم هي وفصيلها، بحيث ورد في الروايات حول ماهية وعظمة تلك الناقة وماهية وفائدة الناقة إلى قوم صالح. اتهموه، كذبوه، وبعض الناس آمنوا بصالح عليه السلام. ليش؟ لأن هذه الناقة صحيح أنها حمراء، صحيح أنها كانت حامل، صحيح أنها ولدت فصيلها، ولكن هذه الناقة كانت لها مفادات أخرى، بحيث أن الله عز وجل جعل لها نظام، جعل لها قانون. اعلموا أعزائي المشاهدين أنه في مدائن صالح لم يكن هناك ما سوى بئر واحد، ولعل الدولة العثمانية حينما كانت موجودة جعلت حاجز على ذلك البئر، إلى الآن هو موجود، وجعلوا ماذا؟ سكة القطار اللي كانت تذهب من إسطنبول إلى الحج، وتمشي وتمشي تلك الناس ببلاد الشام أو من أي طريق تحت الدولة العثمانية، جعلوا ماذا؟ مدائن صالح، وخصوصا ذلك البئر مستراح للناس حتى يشربوا من ذلك الماء. فيقال لم يكن إلا بئرا واحدا في مدائن صالح، فهذه الناقة كان لها فضل أن ماذا؟ تسقى أو تشرب الماء يوما هي وفصيلها. يعني صالح عليه السلام إجا جعلهم نظام، قالهم يوم الناقة تشرب الماء وهي وفصيلها، واليوم الآخر أنتم تشربون الماء. اللي يجي واحد يقول يعني هي جاي تضيق على قوم صالح عليه السلام، لا إخواني، إن هذه الناقة كان يوم هي التي تشرب الماء من ذلك البئر الوحيد، وفي اليوم الآخر تسقي مدائن صالح أو قوم ثمود بأكملهم من لبنها. وهذا يدل على الإعجاز الإلهي، أن هذه الناقة ما كانت ناقة عادية، إنما هذه الناقة كانت ناقة عظيمة، هذه الناقة ذات ماذا؟ فضل على ماذا؟ على البشر. ناقة عظيمة لها فضل على البشر، لها فضل عظيم، فكانت تسقي الناس. فكان يوم من الأيام هم يشربون الماء ويحلبون تلك الناقة، واليوم الآخر هي التي تشرب الماء
ويستريحون عن ماذا؟ عن استخراج الحليب منها. فكانت تلك الناقة هي إعجاز. وفي تلك البقعة حينما الإنسان ينظر بمنظار عام يرى أن تلك المنطقة لم تكن زراعية، إنما هي صحراء وجبال صخرية. فلعل قوم صالح عليه السلام كانوا مشهورين في رعاية الأغنام ورعاية ماذا؟ الإبل. فطلبوا شيء بحيث أنه ماذا؟ يستوعب العقلية المطلوبة منهم. إلى أن جرى ما جرى وقتلوا تلك الناقة وصنعوا ما صنعوا بتلك الناقة، ونجى الله عز وجل صالح على نبينا وآله وعليه السلام من ذلك القوم، كما نجى هودا عليه السلام. وحينما نريد أن نتكلم عن العذاب الذي نزل لابد له من إفراج حلقة كاملة حول ذلك العذاب الذي نزل على قوم صالح. ولكن إخواني لابد أن ننوه عن هذه النقطة حتى الإنسان يشعر بنوع من الأنس حول نبي الله صالح عليه السلام. وهناك رواية صريحة حول نبي الله صالح وحول أمير المؤمنين عليه السلام، كما ورد في التهذيب للشيخ الطوسي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: حينما احتضر أمير المؤمنين فأوصى ولديه الحسن والحسين قال: ادفنوني في هذا الظهر، يعني وين؟ في النجف، في قبر أخوي هود وصالح. فحينما نحن نجي ونتكلم عن ماذا؟ عن النجف، نقول السلام عليك وعلى جاريك هود وصالح. فهود وصالح مدفونين في النجف بجوار أمير المؤمنين سلام الله عليه. فاعلم أن هذه آثار أن آدم ونوح وهود وصالح، الذي كان آدم أبو البشر الأول ونوح الأب الثاني وهود الذي نزل العذاب على قومه فأهلك كل قومه ما عدا المؤمنين، وصالح ذلك، كلهم بجوار أمير المؤمنين سلام الله عليه، وماذا؟ في النجف بالخصوص. وهذه المنطقة ستكون عاصمة إلى الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، الذي سيكون مكملا إلى منهج الأنبياء السابقين. وإن شاء الله أعزائي المشاهدين نتابع في الحلقة القادمة حول العذاب الذي نزل على قوم صالح. نشكركم على هذه المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.